حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف المحامي والحقوقي فريد غازي. أهلا ومرحبا بك في نشرة الأخبار. وبداية، كيف تنظر للمرسوم الملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 545 نزيلا محكومين في قضايا مختلفة؟ خير، وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. هذه اللفتة الكريمة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه جاءت في إطار مسيرة طويلة فنها جلالة الملك حفظه الله ورعاه في شأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وهذه المبادرات التي يفرج بالعفو الخاص عن المحكومين والمنفذين لهذه العقوبات سواء كان بجزء أو نصف من هذه العقوبة، حقيقة أدخل الفرحة في قلوب النزلاء وأهالي النزلاء وعموم مملكة البحرين. ونحن بدورنا كحقوقيين وبصفة رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان المسجلة رسميا في مجلس حقوق الإنسان في جنيف وبالأمم المتحدة، نحن رفعنا المبادرة التي كانت في إبريل، ونرفع هذه المبادرة أيضا المحلية أمميا حتى نظهر ونبرز مجال حماية حقوق الإنسان في رعاية النزلاء. ولا شك بأن العالم قاطبة يقف إجلالا وإكبارا لهذه المبادرات التي تصدر من لدن جلالته في هذه المناسبات، وما أكثر المناسبات السعيدة في مملكة البحرين اللي يستفيد بها نزلاء الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين. نعم، هذا يقودنا للسؤال عن مشروع العقوبات البديلة التي تشكل جزء أساسي في ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين. إلى أي مدى تعتقد أن هذا العفو يتسق بشكل كبير مع هذا المشروع الذي يهدف لإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان؟ وحقيقة يعني قانون العقوبات البديلة الذي سن في مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان قد أعطى أيضا القضاء مجالا بأن يتم استبدال العقوبات لمن تصل عقوبة إلى 5 سنوات وسنة فأقل، أعطى للنيابة العامة أن تستبدل هذه العقوبة، بالإضافة إلى أعطى المؤسسة الإصلاحية أن ترفع أسماء من هم مستفيدون بالاستبدال. وحقيقة الاستبدال أعتقد بأنه يعني إذا يحضرني الرقم المقارب لا يقل عن 6000 وشيء من النزلاء استفادوا أو أكثر من بالاستبدال في مملكة البحرين. وهذه نظرة شراكة مجتمعية بين السلطة القضائية وبين السلطة التنفيذية للنظر في من هم ارتكبوا جرائم في حق الدولة، وهذه الجرائم تم توفير كافة الضمانات لهم أمام القضاء البحريني من دفاع وغيره حتى صدرت هذه الأحكام. ورغم ذلك شملهم المجتمع في البحرين وجلالة الملك حفظه الله بالرعاية بأن يكون هنالك هذا القانون للاستبدال اللي استفاد به المحكومين، بالإضافة إلى أدخل المسرة والفرحة في قلوب عوائلهم في مملكة البحرين. نعم، شكرا جزيلا لك. هنالك وأيضا حتى تكتمل الصورة الحقوقية، هنالك مشروع السجون المفتوحة، وهذه مبادرة كريمة من لدن جلالة الملك السجون المفتوحة، والتي أولاها أيضا النيابة العامة أولتها يعني مسألة خاصة في مسألة أن يستفيد بها النزلاء، وأيضا تحت رعاية كريمة من لدن معالي وزير الداخلية معالي فريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله الذي سعى وأجهزته المختلفة إلى أن يكون هنالك تطبيقا سليما في هذا المجال. كل ذلك تكملة لمسيرة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين. نعم، شكرا جزيلا لك المحامي والحقوقي فريد غازي.